أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة الوقوف بشكل مستمر على آليات دعم الاستثمار وتقييمها، وخاصة ما يتعلق بالتشريعات التي من الأهمية بمكان أن تكون دائما مواكبة لروح العصر. ولفت سموه إلى أن كل نشاط تنموي أو اقتصادي محل اهتمام من الحكومة، ولا نقبل التأخر في التنفيذ تحت أي ذريعة، فما يهم المواطن ويتصل بوضعه الحياتي يحظى بالمتابعة المستمرة لضمان عدم خروجه عن الجدول الزمني والمالي المعد له. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد علي عبد الله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الانفتاح والديمقراطية يجب أن يكونا داعمين للتنمية الاقتصادية وعناصر لتعزيز الاستثمار، فالحرية والديمقراطية لا يجب حصرهما في نطاق السياسة، ويجب أن يستفاد منهما في كل مجال. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أتاحته التكنولوجيا الحديثة من سبل متعددة للتواصل الاجتماعي، لافتا سموه إلى أن هذه التطورات استغلت للأسف في كثير من الأحيان للإضرار بالأمن ودعم الإرهاب، في حين أنه من الممكن تطويعها بشكل فاعل لخدمة أغراض التنمية والتطور والارتقاء بحياة المواطنين. وأشار سموه إلى أن التطورات والتحديات على المستوى الإقليمي والدولي تتطلب التماسك والتلاحم على الصعيد الوطني، فالمسؤولية اليوم ليست محصورة في الدولة بل مشتركة بين الجميع.